وسط هذه الأرض القاسية يتنقل هذا التسعيني الذي لا يزال يمتهن رعي الغنم. فهنا بمنطقة عقبة لالس بالمحمل بخنجلة تتجسد كل صور المعاناة وقلة الحيلة. أخي أنا مواد من 46 وأنا هنا طربي الطريق ما عندناش، الماء ما عندناش، التريسيتي ما عندناش، نحبو التريسيتي حتى اللي جاب حاجة تكون في فريجيدير تموت لو تقشها، والطريق ما كانش، لو كان مشوش 10 كيلو ما نشربوش حتى الوضو ما كانش. الكهرباء الريفية وندرة المورد الحيوي فاقم من معاناة مربي الماشية. فهكذا هي يوميات فئة هؤلاء الموالين المحرومين من أبسط حقوقهم. لا عندنا لا طريق لا تريسيتي لا ماء، حنا في مناطق تظل، راك تشوف فينا في الأزمة، تشوف فينا السلطة. عندنا درك يا سيدي من الاستقلال احنا ما عندنا والو، ولا ماء ولا تريسيتي ولا طريق. تكون هكا مطره ولا مطره خفيفه برك، ما نقولوش على الفيضانات والاخر، كي تكون مطره خفيفه راه بالنسبه للموال اللي راح يسوق ولا يقضي حاجه راه ما يروحش لدارو. المكان المسمى عقب الثلاث لابس هي منطقه على غرار جميع المناطق تعتبر مناطق الظل، وهي مقترحه في برنامج التنميه الخاص بمناطق الظل، ويتعلق الأمر بالكهرباء وفتح المسالك وكذا الماء الصالح للشرب. هم رعاة غنم أحلامهم جد بسيطة لكنها في نظرهم بعيدة المنال، فهل سترفع السلطات المحلية الغبن عليهم وتنهي معاناة طال أمدها؟